ضربات صاروخية عنيفة جاءت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وهذه الضربات طالت العاصمة السورية دمشق، وتحديدا إحدى الاجتماعات الخطيرة الخاصة بفيلق القدس الإيراني بحسب العديد من التقارير المتضاربة والتي تحدثت عن هذا الموضوع. هذه الضربة وتفاصيلها قد تحدثت عنها وكالة الأنباء السورية، المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكذلك وكالة رويترز هي أيضا من تحدثت عن هذه المسألة. الذي جرى ببساطة بأن كانت هنالك طائرات إسرائيلية من فوق الجولان، هذه الجولان التي ترونها باللون الأزرق، والضربات طبعا كانت موجهة إلى دمشق، ولكن كانت هنالك مشاغلة في هذه الضربات لعدد من النقاط. واحدة من هذه النقاط التي ضربت هي تل المسيح التي يأتي فيها وتأتي فيها منظومة رادارية مهمة للغاية، وكذلك جبل المانع التي تتواجد فيها طبعا عدد من المنظومات الدفاعية، وبالقرب من الكسوة أيضا هنالك الفرقة الأولى التابعة للجيش العربي السوري أيضا تتواجد في هذه المنطقة، أيضا تعرضت للضربة. وبالتالي كانت الضربة جاءت على هذه المنظومة الرادارية في بادئ الأمر، وبعدها ضربت هذه النقاط التي تحدثنا عنها، وبالتالي كانت مشاغلة من أجل الوصول إلى هدف واحد فقط، ألا وهو مبنى سكني في نقطة سكنية، كما تحدثت طبعا وكالة الأنباء السورية عن هذا المبنى. ولكن بسرعة تغيرت الأمور وجاءت الأنباء مختلفة وتحدثت بأن هنالك وفدا خاصا بالحرس الثوري الإيراني وتحديدا فيلق القدس الإيراني كانوا متواجدين في هذا المبنى تحديدا في كفر سوسة. وأيضا الحديث جاء بشكل واضح من وكالة الأنباء السورية بأن القتلى كانوا عبارة عن 5 عناصر من ضمنهم ضابط في الجيش العربي السوري و15 جريحا. المرصد السوري حقوق الإنسان تحدث عن 15 قتيلا والباقين جرحى، وبالتالي هنالك تضارب في هذه الأنباء مما جرى. كانت هنالك أيضا لقطات لما جرى من هذه الضربة، مثل هذه الصورة التي ترونها ضربة عنيفة لهذا المبنى الموجود في كفر سوسة، وأيضا هذا مبنى آخر، بل كان هنالك تصويرا مقطعين في حقيقة الأمر للحظة الأولى لهذه الضربة التي جاءت في العاصمة السورية دمشق. وإذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على هذه الضربة الآن فقط لنرى كيف جاءت هذه الضربة، سنلاحظ بأنك لا ترى شيئا فعلا، ولكن فجأة تأتي هذه الضربة بعد سماع المنظومات الدفاعية السورية وهي تتصدى طبعا لهذه الضربة التي جاءت بهذا الشكل. دعونا نتجه الآن إلى الشاشة مرة أخرى لكي نأخذ عددا من العلامات ونتعرف على هذا المبنى بالضبط، وأين كان هذا المبنى فعلا. واحدة من أولى الأمور التي يجب أن ننتبه إليها هي هذه الصورة، لا ترى شيئا أنت فعلا، ولكنك ترى مدخلا لمبنى واضح، وهذا يؤشر بأن هنالك مبنى في هذه النقطة، وأيضا أن هنالك 6 أضوية كما تلاحظون، وهي تابعة لمبنى آخر سيكون واضحا بعد ذلك. ولكن الواضح أن هذين المبنيين يأتيان بهذا الشكل، أي أن هذا المبنى متأخر عن هذا المبنى الذي نراه، وبالتالي هي ليست مستوية، ليست في صف واحد على الأقل من نقطة النظر ونقطة التصوير. وبعد ذلك في اللحظة الأولى من الانفجار جاءت الصورة بهذا الشكل، الانفجار وضح طبيعة هذه المباني، ظهر لنا المبنى الأول الذي تحدثنا عنه طبعا من المدخل الخاص به، وأيضا ظهر لنا بهذا الشكل هذا المبنى الثاني الذي تحدثنا عنه، وبعدها يأتي المبنى الآخر، وبالتالي أنت أمام حركة مباني بهذه الطريقة. ولكن المبنى الأخير ليس واضحا، كانت هنالك أيضا التفافة بسيطة بهذه الكاميرا، إذا ما تحركنا مرة أخرى بهذا الاتجاه لنغير اللون سنلاحظ بأننا أمام هذا المبنى الثاني، المبنى الثالث المتقدم، وهذا المبنى يأتي بوجهنا بالضبط، ومساحة مفتوحة واضحة. وواضح من الانعكاس للانفجار كما تلاحظون أن الانفجار كان مقابل في إحدى المباني التي تأتي مقابل هذه المباني التي نتحدث عنها، وواضح بأننا أمام ساحة وأمام مبنى هو الذي ضرب الآن. وبالتالي أيضا كانت هنالك صورة على الأرض واضحة بهذا الشكل للمبنى الذي ضرب، والذي يعتقد بأنها كان هنالك اجتماعا مهما في هذه المنطقة. كما نلاحظ أن واحدة من أهم الأمور الواضحة هو هذا المبنى الثاني الذي طبعا يأتي بمسافة نوعا ما، أي أنه لا يأتي متساويا معه، هو يأتي بهذا الاتجاه، والمبنى الخاص بنا يأتي بهذا الشكل مع هذه المساحة المفتوحة، والتصوير طبعا حاضرا بهذه الطريقة. واحدة من المعلومات المهمة التي ظهرت أنها ليست فقط في كفر سوسة، وإنما أيضا بأنها كانت قريبة من المدرسة الإيرانية. إذن لنستفد من كل هذه العلامات التي تحدثنا عنها لنتجه إلى العاصمة السورية دمشق الآن، إلى كفر سوسة تحديدا،
ونقترب من هذه المنطقة الآن التي تلاحظونها، هذه هي المنطقة التي هي طبعا تعتبر كفر سوسة. إلى شمالها تأتي ويأتي هذا النوع من المباني، وتحديدا المدرسة الإيرانية إذا ما اقتربنا منها فهي تأتي بهذه المنطقة. والآن بمجرد اقترابنا من هذه المدرسة الآن، ودعونا نتوقف هنا ولنأخذ اللون الأحمر ليكون واضحا، هذه هي المدرسة التي تحدثنا عنها، ظهر لنا بهذا الشكل، نحن أمام مباني مرتبة بهذه الطريقة مع ساحة مفتوحة مع مبنى كما هو واضح يبدو مقابلا لهذه الجهة، بالتالي علينا الالتفاف إلى اليمين نوعا ما فقط لنرى إن كان هنالك تطابقا مع ما رأيناه. على الأقل من هذه النظرة الآن تبدو الأمور واضحة لنا. دعونا نعود قليلا بالتاريخ فقط لنحصل على صورة أوضح من هذه العلامات المهمة التي تأتي بالقمر الصناعي بهذا الشكل، ولنتوقف الآن وها نحن أمام هذه المباني، الأول الثاني الثالث، هذا هو المبنى المقابل وهذه هي الساحة الواضحة، والواضح أن التصوير كان يأتي من هذا المبنى من هذا الاتجاه، وبأن كان التصوير نوعا ما يرى كل شيء حتى هذه الصورة كما رأينا طبعا، وهذا يعني بأن الانفجار واضح أنه أتى في إحدى هذه البنايات أم واحد من هذين المبنيين هو الذي طبعا تعرض للضربة من الانعكاس الذي جاء طبعا على المبنيين بهذا الاتجاه. وأما إذا ما اقتربنا من هذه النقطة وهي مسألة مهمة للغاية وهي العلامة الأخيرة، الصورة الأخيرة التي ألقينا النظرة عليها، فسنلاحظ بأن هذا المبنى يبدو متطابقا عندما نراه مع المبنى الآخر الذي لم يكن متساويا بشكل مختلف. دعونا نتجه إلى اليمين قليلا الآن وسنجد أنفسنا فجأة بأننا أمام تطابق آخر لهذه الصورة، هذا هو المبنى وهذا المبنى الثاني، وواضح أننا لم نرى الشارع ولكننا أمام مسافة واضحة، وبأن الضربة تقريبا كانت هنا وكان هنا الاجتماع على ما يبدو الذي تم الحديث عنه. أيضا كانت هنالك لقطة أخرى وتصوير آخر بهذه الطريقة أيضا كان سريعا لكنه نوعا ما أكد هذا الموقع الذي نتحدث عنه. الضربة جاءت بهذا الشكل، لقطة سريعة طبعا ليس واضحا الكثير منها، ولكن عندما ترى هذا المبنى فهو نفس المبنى الذي ضرب، خاصة عندما تنظر إلى هذا المبنى البعيد فيه غرفة هنا على الروف على السطح، وهنالك مسافة بين المبنى الذي ضرب وبين هذا المبنى الذي نتحدث عنه، أي إنها مساحة مفتوحة. وبالتالي لنعود إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنبتعد إلى اليمين قليلا من هذه المنطقة، وستجد فعلا بأن هذا الموقع يتطابق مرة أخرى مع المبنى الذي مع الفيديو الذي رأيناه الآن، وبالتالي أيضا مرة أخرى النظر كان بهذا الشكل وظهرت غرفة السطح أو الغرفة على الروف طبعا للمدرسة الإيرانية التي تأتي في الخلف، مما يؤكد أن هذا المبنى فعلا هو المبنى الذي استهدف، هو كان الهدف من هذه الضربة التي نتحدث عنها. كل شيء متطابق. الآن السؤال الأهم، ما الذي كان يحدث في هذا المبنى؟ من كان متواجدا في هذا المبنى الذي يأتي قريبا للغاية من المدرسة الإيرانية؟ طبعا وكالة رويترز كانت قد تحدثت بأن هذه النقطة التي ضربت هي قريبة من مجمع أمني كبير قريب من منشآت إيرانية. سرعان ما الأمور بدأت تتغير وبدأت تأتي التحديثات وبدأ يأتي الحديث من قبل ألف على سبيل المثال، وعدد من المواقع التي هي طبعا رصينة في نقلها للأخبار تحدثت أن هنالك وفدا من الحرس الثوري الإيراني كان متواجدا هناك، وهذا طبعا تم تحديثه بأخبار من المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال قد يكون هنالك اجتماع للإيرانيين استهدف أو شخصية إيرانية من الصف الأول استهدفت، ولو لم تكن شخصية من الصف الأول فلما استهدفت إسرائيل أو استهدفته إسرائيل وخاطرت لاستهداف تلك المنطقة المدنية داخل دمشق. وفعلا جاءت مواقع مقربة من الفصائل المسلحة وتحديدا الفصائل المسلحة العراقية مثل صابرين نيوز، تحدثت بمصدر إعلامي من حرس الثورة قال تم إجلاء منتسبي الحرس قبل الضربة بنصف ساعة. هنا يؤكد أن كان هنالك وفدا من الحرس الثوري موجود ولكنه غادر الموقع لأنهم لسبب ما علموا بتفاصيل هذا الهجوم، حتى وكالة الأنباء الإيرانية قالت لم يكن هنالك ولا إيرانيا واحدا قد قتل، رغم التقارير بأن هنالك 5 قتلوا 15 قتلوا جرحى، ولكن حتى ولا شخص إيراني واحد قد قتل بالتفاصيل هذه التي نتحدث عنها. وجاءت المصادر الخاصة قادمة من داخل سوريا من هذا الموقع الذي تحدث بمصادر حصرية قال بأن قائد الوحدة
840 التابعة لفيلق القدس الإيراني التابع طبعا للحرس الثوري الإيراني، كان موجودا في هذه النقطة وقام بإخلاء المبنى قبل دقائق من الغارة بسبب تسريب استخباري لسبب ما وبطريقة معينة وصل له. وطبعا قائد الوحدة 840، نحن عرفنا الكثير عن هذه الوحدة العام الماضي عندما تم التحقيق مع أحد الأشخاص التابعين مع هذه الوحدة من قبل الموساد الإسرائيلي، ثم شهدنا اغتيال للعقيد حسن صياد خدائي في طهران في وسط طهران في منطقة مؤمنة بشكل كبير، تم اغتياله وبعدها نشرت المعلومات عن هذه الوحدة التي تعتبر إحدى الوحدات المهمة في فيلق القدس الإيراني. تحدثت المصادر بهذا الشكل أن القائد وقائد هذه الوحدة اسمه يزدن مير، كما تلاحظون مصدر آخر أيضا اتفق معه يزدن مير، ونشروا صورة لهذا الرجل بهذا الشكل العام الماضي في نوفمبر، نشرت صورته بل نشرت صورة موضحة لهذه الصورة وقالوا بأن هذا هو الرجل قائد الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس الإيراني. وبالتالي على ما يبدو من خلال هذه الأنباء ومما نشر طبعا، وليس هنالك الكثير مما هو أكيد، لأن الواضح بأن هذا الرجل كان هو الهدف وهو الذي تمكن من الخلاص من هذه الضربة الإسرائيلية الخطيرة بشكل عام. ليس هنالك الكثير من الأمور المؤكدة من هذه الضربة، لا زال هنالك غموضا طبعا، ولكن المنطقة التي استهدفت تعتبر منطقة مهمة للغاية، وإحدى أهم الإثباتات على أهمية هذه المنطقة هو أن عماد مغنية وهو أحد أهم قيادات حزب الله اللبناني في عام 2008 كان قد اغتيل في هذه المنطقة بسيارة مفخخة من قبل الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية، مر من هذه العجلة طبعا وهذه السيارة في نفس المنطقة في كفر سوسة تحديدا، وقد طبعا قتل في لحظة تاريخية كبيرة لعمليات الاغتيالات التي جاءت طبعا بهذا الشكل. في نفس الوقت ومع هذه العملية التي لا زال فيها الكثير من الغموض، قبل 24 ساعة من هذا الحدث أو حتى أكثر قليلا كانت هنالك أنباء مفاجئة تحدث عنها الجيش الأمريكي، الأمريكيون الإسرائيليون قالوا فجأة بأن هنالك ضربة قد تعرضت لها هذه الناقلة النفطية التي هي طبعا إسرائيلية كما تحدثوا، وهي كامبو سكوير كما تلاحظون، وهي تابعة إلى هذه الشركة وهي إلتسن، وقالوا بأنها قد استهدفت من قبل طائرة مسيرة من نوع شاهد 136 الإيرانية المفخخة التي رأينا الكثير منها ولا زالت فاعلة في الحرب الروسية الأوكرانية طبعا بهذه الطريقة فوق العاصمة الأوكرانية كييف. وشركة كامبو سكوير طبعا الشركة الخاصة إلتسن كانت قد تحدثت واعترفت وقالت بأن هذه الضربة قد تمت في 10 فبراير، لكن الإعلان كان خلال 48 ساعة الماضية، وبالتالي أن هذه الحادثة كانت نوعا ما الأسبوع الماضي، ولكن في نفس الوقت هي حدثت فعلا. وبنيامين نتنياهو كان قد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن هذه المسألة، قال الإيرانيون قد استهدفوا ناقلة نفطية في بحر العرب بطائرة مسيرة من نوع شاهد 136، وكانت قد كان هنالك توثيقا لحركة هذه الناقلة كما تلاحظون أنها كانت قادمة من سنغافورة، هذه هي كامبو سكوير في 11 فبراير بهذا الشكل، ووضحوا بأنها قد استهدفت في هذه المنطقة عندما كانت متوجهة طبعا إلى ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. وهذه المسألة طبعا والحديث بأن السواحل الإيرانية بهذا الاتجاه فيها قواعد مهمة جدا خاصة بالطائرات المسيرة، وكانت قد تحدثت مراسلة البي بي سي حول هذه المسألة وقالت بأن الهجوم نفذته إيران بحسب ما تحصلت عليه من مصدر عسكري آخر في الشرق الأوسط. تصريحات وتسريبات أمريكية مهمة جاءت لهذه الصحفية من البي بي سي. المسألة وما جرى لكامبو سكوير تشبه تماما ما حدث في عام 2021 لهذه الناقلة النفطية أيضا الإسرائيلية التابعة لشركة زودياك المملوكة من أحد رجال الأعمال الإسرائيليين وهي ميرسر ستريت، ضربت بطائرة مسيرة من نوع شاهد 136 بهذه الطريقة، وأدى هذا الأمر إلى مقتل 2 من طاقمها من الجنسيات الأوروبية تقريبا بطريقة مشابهة، ولكن قد تبدو نقطة الضربة مختلفة، ولكنها عموما كانت أيضا متوجهة للصدفة إلى الفجيرة أيضا في
الإمارات العربية المتحدة وأمام السواحل الإيرانية بهذا الشكل، واستهدفت بهذه المنطقة طبعا وضربت، وكانت الضربة نوعا ما مؤثرة. الناقلة الإسرائيلية التي نتحدث عنها كامبو سكوير التي ضربت، هي طبعا بحسب التصريحات الخاصة من الشركة أن الأضرار كانت طفيفة، لا قتلى لا جرحى، لم يكن الأمر طبعا مثل ميرسر ستريت. وبالتالي كل الأنظار تأتي من أين من الممكن أن تأتي هذه الضربة؟ فعلا الأنظار كلها تذهب إلى قاعدة في حقيقة الأمر هي موجودة هنا، وهي قاعدة تشابهار الخاصة بالطائرات المسيرة، وهي التي الوحيدة فعلا القادرة على توجيه مثل هذه الضربات العنيفة، مقارنة كانت قادمة من جماعة الحوثي أو من أي نقطة أخرى. هذه المنطقة الوحيدة المنطقية فعلا، وإذا ما اتجهنا لها فإن هنالك بعض التحديثات من القمر الصناعي توضح بعض التحركات للطائرات المسيرة موجودة في هذه القاعدة، قاعدة تشابهار. دعونا نقترب من هذه القاعدة، ستلاحظ القاعدة طبعا موجودة في هذه المنطقة، وإحدى أهم النقاط التي تتواجد فيها الطائرات المسيرة كما تمت ملاحظتها من تاريخ القمر الصناعي. دعونا الآن، لا شيء هنا طبعا، نعود إلى كما تلاحظون نوفمبر من العام الماضي، ستلاحظ كيف أن الطائرات المسيرة ظاهرة، ليست من شاهد 136 المفخخة طبعا، ولكنها من الطائرات القاصفة طبعا. بالتالي إيران لديها الكثير في هذه المواجهة، ويبدو بأن الضربة التي جاءت على دمشق وكأنها ردت فعل بعد إعلان هذا الخبر الذي جاء بهذه الطريقة على هذه الناقلة طبعا الإسرائيلية التي نتحدث عنها. أيضا كان هنالك هجوما بعد ذلك، تحدثت القيادة المركزية الأمريكية من الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة طبعا في غرب نهر الفرات، على شرق نهر الفرات، استهدفوا قاعدة كونيكو بصاروخين، لم يكن هنالك أثرا، ولكنها جاءت طبعا بشكل مثير، بتوقيت مثير، بتصعيد مثير. وإيران أيضا أعلنت اليوم وزارة الدفاع الإيرانية بهذه الطريقة بأنها مستمرة في تطوير طائراتها المسيرة، وستطلق الطائرة العسكرية الجديدة الخاصة المسيرة الإيرانية اسمها قاهر طبعا العام القادم، منتصف العام القادم، قد يكون بشكل أبكر سنرى هذه الطائرة. وبالتالي التحدي فعلا كبير بين هذه الأطراف، هنالك الكثير من الأمور التي قد تكون خفية علينا لا نراها، لا نعلم ما الذي جرى، ولكن في نفس الوقت التفاصيل توضح أن الأمور تسير إلى تصعيد ليس بالسهل أبداً.